تمر الذكرى الأولى لرحيل الخبير القانوني العراقي والدولي المغفور له بإذن الله الأستاذ طارق حرب. الأستاذ طارق حرب رحل في مثل هذا اليوم 2 شباط من العام الماضي 2022 بظروف أشد صعوبة على كل العراقيين الذين كانوا يجلسون يوميا لمتابعة حواراته التلفزيونية التي يؤشر فيها الواقع القانوني والتفسير الدستوري لمواد القانون والدستور والمحكمة الاتحادية، وينبه ويحذر وكذلك ينذر. عرف المرحوم الصديق الكبير والأخ الكبير المرحوم الخبير القانوني العراقي والدولي أستاذ طارق حرب بأنه موسوعة فقهية وموسوعة قانونية وموسوعة دستورية وموسوعة ثقافية وموسوعة تاريخية في كل فنون الحياة. كان يملك هذه الذاكرة الحية لقراءاته التي كانت لآلاف الكتب التاريخية والقانونية والدستورية العراقية والعربية والأجنبية المترجمة. حقيقة للتاريخ يعني أقول كلمة لله أنه الخبير القانوني المرحوم الأستاذ طارق حرب الله يرحمه كان من أشد المدافعين عن أي قانون يخدم المواطن، يخدم شريحة الفقراء، يخدم عوائل الشهداء. رغم ما كان يهاجم به لكنه كان يدافع بكل صلابة، ومنها قانون اللي هو قانون التأمينات الاجتماعية الذي طرح في عام 2017، وهو كان ضيفي في استوديو التاسعة في حينها، واستهجن أنه بعض الشخصيات السياسية كانت تهاجم هذا القانون وتدعي تلك الشخصيات أنها تدافع عن حقوق شهداء الحشد الشعبي، لكن أحرجهم عندما قال أنتم شلون تدافعون عن حقوقهم وأنتم تقبلون لواحد اسمه سجين سياسي، اسمه سجين سياسي تطوه رواتب إلى والولدة وأربع رواتب وخمس رواتب وخمسة عشر راتب، ومرت الشهيد زوجة الشهيد تطوها راتب قليل. للتاريخ هذا ما تحدث به في عام 2017 باستوديو التاسعة، والله يرحمه ويسكنه فسيح الجنات. اللي عنده رئاسة وزراء ووافق على مجلس وزراء، الآن تجد الجميع كله ضده. من يعيش ما يصير 6 ملايين نائب ست ملايين دينار النائب يأخذ متقاعد يقبل بس 800 ألف، رئيس جمهورية يصير راتب التقاعد 800 ألف، رئيس وزراء راتب التقاعد ما عندنا بعد راتب أكثر من 800 ألف، هذا ما يقبلون. لذلك وقفوا كلهم ضده. والعجيب من يتكلم يقول الشهداء وشهداء الحشد الشعبي، إيه هو شهيد الحشد الشعبي؟ هاي التقاعد جنابكم عليه وقف، وما لغة الأرقام لا تخطأ. يعني قد أحيانا بعض الأخوة الكرام يقولونها من باب السماع من باب سياسة، لكن أنا أقولها حقيقة وواقع. يعني نائب 3 ولدة وزا 15 راتب يأخذ ترهم، يعني هاي من غير رواتب الخدمة طبعا حضرتك. يعني تعتقد جنابك سجين سياسي لو مات وعنده 4 زوجات، شو قرر القانون؟ عنده 4 زوجات، كل زوجة تأخذ 3 رواتب. أوف، ليش كل زوجة تأخذ 3 رواتب؟ ليش؟ القانون يقول كذلك، يعني يأخذون 12 راتب، في حين الشهيد لو مات وعنده 4 زوجات 4 يشتركن براتب واحد. شوف قبس قارن حضرتك، 4 زوجات لسجين سياسي توفى، كل زوجة تأخذ 3 رواتب من عنده. شهيد استشهد وعنده 4 زوجات 4 يشتركن بالتفاليس اللي يقررها القانون لهم بالراتب الواحد. الله يرحمك يا أبو زياد، ما حد من مكانك وفي هذا الفراغ اللي مر علينا سنة وإحنا ضايعين بالتفسيرات القانونية والدستورية.